بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المستوى الرابع كيمياء مايكرو ومايكرو كيمياء، أهلا بيكم في محاضرتنا في مادة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في كورس أو جزئية المناعة في هذا المنهج. بحب أبدأها بالرسمة الجميلة دي. I love immunology، علم المناعة وعلم الإميونولوجي من العلوم الجميلة الشيقة جدا، مرتبطة بدراسة الميكروبيولوجي، لأن احنا مش صعب إن احنا نفهم مناعة من غير مايكرو، وبرضه من الصعب إن احنا نفهم ميديكال مايكروبيولوجي من غير ما نعرف القواعد الأساسية لعلم المناعة. احنا ندرس البيزك لاينز والبيزك كونسبتس في الإميونولوجي. تعالوا نفتكر كده الميكانيزم اوف ديزيز ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. الاول حاجه ان بيحصل اكسبوجر تو ذا باثوجين، بعد كده الباثوجين دي زي ما خدنا بيعمل ادهيرنس تو ذا سكين اور ميوكس او الانجيرد سيلز، بعد كده بيعمل انفيجن، بعد الانفيجن بيعمل كولونايزيشن وجروس وبرودكشن اوف فيريولنس فاكتورز. هذه الفيريولنس فاكتورز ممكن يكون لها توكسيسيتي توكسيك افكت او الانفيزفنس بالفورذر جروس ات اوريجينال سايت اند ديستنس سايتس، وبعد كده بيعمل التيشو دامج ديزيز. ممكن الاكسبوجر مع الفورذر اكسبوجر يعمل لي الانفيزفنس دي، وممكن كولونايزيشن يعمل فورزر اكسبوجر ات لوكال سايتس، يعني العمليه دايره الانفكشن ممكن تدور داخل بعضها من اكسبوجر ل انفيزفنس، وفي النهايه ده بيخلي الميكروب ينمو بقوه ويعمل لي مشاكل. لكن هل ده بيتم بالشكل ده دون تدخل من الجسم الهوست او الانسان انه يمنع التطورات دي كلها انها تتم؟ طبعا ان في عندي جهاز مناعي، جيش ضخم جدا، هنشوف بيتعامل ازاي مع الميكانيكيه دي. الايمونولوجي is a science that's concerned with immune response to the foreign challenges and how this response are used to resist infection. الفورين تشالنجز كتيره قوي، منها الانفكشن الديزيزز، منها الميكروبات، وده في ريسبونس من الكائن الحي في كايميون ريسبونس، استجابه مناعيه، لانه بيعمل ريزيستنت ومقاومه لهذه الميكروبات اللي بتحاول انها تحدث المرض. الايميون سيستم في الحقيقه له كذا دور. هو بيتكون من سيلز، خلايا او تيشوز، انسجه او حتى اورجنز، اعضاء لها ادوار مهمه جدا. اول حاجه انها بتعمل ريكوجنيشن، ريكوجنايز فورين سابستنس. اول حاجه هي عمليه الريكوجنيشن، دي عمليه مهمه قوي، ان انا اتعرف على الحاجه الغريبه، ما هاجمش نفسي، وده اللي بيحصل في بعض الاميون ديس اوردرز ديزيز، ان يبدا الجسم لما بيحصل مشكله للجهاز المناعي يهاجم خلايا الجسم، وده بيبقى ديس اوردر. فعمليه الريكوجنيشن مهمه جدا. ثم عمليه بعد الريكوجنيشن يعمل عمليه نيوترلايز، معادله او ديستروي لهذا الشيء الفورين تشالنج او الحاجه اللي بتعمل انفكشن. لكن ده دور مهم جدا ايضا هنشوفه في انواع من الاميونيتي سيستم اللي هو الميموري، ان هو عنده ريكوجنيشن وديستروي، وكمان في حاجه مهمه قوي اللي هي الميموري، انه عنده ذاكره، هنشوف بعد كده ان شاء الله. احنا عندنا two fundamentally different types of immune response، the non-specific or innate or natural. كل دي تسمية واحدة اللي هي non-specific or innate or natural، يعني المناعة الغير متخصصة، وال-specific or adaptive. وال-specific or adaptive immunity، يبقى أنا عندي نوعين أساسيين من الإيميون response، أو اللي هي non-specific or innate or natural، والنوع التاني اللي هو ال-specific or adaptive. الانيت ديفنس فيها اللي هو السيرفس باريرز والانترنال ديفنسز، زي السيرفس باريرز السكين، الجلد، ده احد اكبر الاورجنز المسؤوله عن في المناعه هي السكين طبعا، ان الجلد ده
اللي بيغطي كل جسمنا ده احد خطوط المناعه القويه جدا، لان هو ببساطه شديده جدا بيحمي كل التيشوز اللي جوه اللي هي فيري سنسيتيف لنمو الميكروبات والميوكس ميمبرينز. وبنلاقي دايما لما يبقى في فتحات في الجلد اللي هي عينينا مناخيرنا بقنا ودنا، هنلاقي ان في خط دفاع تاني جوه الفتحات دي اللي هي بتبقى غالبا ميوكوس ميمبرينز. وفي انترنال ديفنس هي انيت نون سبيسيفيك، يعني بتقتل كل حاجه مش شرط انها تتخصص في حاجه، زي الفاجوسيتوزيس والفيفرز والان كي سيل. هنشوف ايه الان كي سيل دي لما نجي لها، والانتي ميكروبيال بروتينز والانفلاميشن. دي اللي هي الانترنال ديفنس ميكانيزم. ده الانيت ديفنس. يبقى الانيت ديفنس يا اما سيرفس باريرز يا اما انترنال ديفنسز. السيرفس باريرز اللي هي السكين والميوكاس ميمبرينز، والانترنال ديفنسز اللي هي الفاجوسيتوزس والفيفر والان كي سيلز والانتي ميكروبيال بروتينز والانفلاميشن. بينما الادابتيف ديفنس عندنا الهيومرال اميونيتي، هيومرال اميونيتي اللي هي البي سيلز تحديدا، وفي السيلولار اميونيتي اللي هي تي سيلز. يبقى عندنا في الادابتيف ديفنس الهيومرال اميونيتي اللي هي البي سيلز والسيلولار اميونيتي التي سيلز. هناخد بقى كل الجزئيات دي كده ببعض التفصيل عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. طب هل دول كل واحد بيشتغل لوحده؟ لا، النون سبيسيفيك والسبيسيفيك ريسبونس يوجوالي ورك توجذر تو اليمينيت باثوجينز او باثوجينيك مايكرو اورجانيزم اند اذر فورين ايجنتس. الاثنين في حاله من السينرجيزم، في حاله من الكومبلمنتري ورك، في حاله من الانتر اكشن ما بين النون سبيسيفيك اند سبيسيفيك ريسبونس. وده ببساطه ان انا لما عندي انفكشس ايجنت ديفرنت كربوهيدرات بروتين او البروتين بتعمل اكتيفيشن للانيت اميونيتي، والانيت اميونيتي بتعمل اكتيفيشن للسبيسيفيك اميونيتي، وممكن السبيسيفيك اميونيتي تعمل تاني هي اكتيفيشن للانيت اميونيتي. يبقى وجود الحاجه الانفكشس ايجنتس ده بيعمل اكتيفيشن للانيت اميونيتي، الانيت اميونيتي بتعمل لي اكتيفيشن سبيسيفيك اميونيتي، الاكتيفيشن بتاع السبيسيفيك اميونيتي ممكن برضه يعمل لي فيدباك ويدي لي اكتيفيشن للانيت اميونيتي. هناخد قلنا على ان انا سبيسيفيك اميونيتي اللي هي السيرفس والانترنال ديفنسز، وهناخد واحده واحده كده بالتفصيل. فيزيكال باريرز النون سبيسيفيك ريزيستنس، هناخد الفيزيكال باريرز النون سبيسيفيك ريزيستنس. تعالوا نشوف كده بشكل عام في جسمنا الدنيا ماشيه ازاي وهنفصل. تعالوا كده، موجود هنا في التيرز في العين ان في لايزوزايمز، وفي التيرز اند اذر سكريشن ديسولفنت سيل وولز بتاعت الايه البكتيريا بتدخل. انت عينيك على طول شغاله، وجود الدموع والعين فيها لايزوزايمز مسؤوله لو اي ميكروبات جت على العين انها تحلل الجدد الخلويه بتاعتها. هنا في الفيرنكس وفي الماوس في نورمال فلورا بتعمل كومبيت ويز الباثوجين زي ما خدناها قبل كده. النورمال فلورا دي ممكن يكون دورها انها بتعمل كومبيت للباثوجينك. هنا هنا بنجد في النوز، هنا في بيبقى في السيليا، والسيليا دي بتعمل ريموفال للبارتكلز انكلودنج مايكروبس. بنجد هنا في القصبه الهوائيه في ميوكس والسيليا ليننج، كل دورها انها تعمل ادهيرنج للميوكس، كل شويه الجسم بيخرجها بره بالميوكس اللي فيه. جوه البلاد نفسه طبعا دي قصه كبيره، في قصص كتيره قوي في البلاد. طب جوه حتى اللانجز نفسها فيها ميوكس وبتعمل فاجوسايتوز، وفي فاجوسايتوزس لللانج بريفنت كولونايزيشن للميكروبات جوه اللانج. طب الاستومك في المعده، المعده فيها هايلي اسيدك، البي اتش بتبقى 2، بتعمل انهبيشن لكل الميكروبات اللي ممكن تدخل مع الاكل او مع الميه. طب جوه اللارج انتستنت في نورمال فلورا بتعمل كومبيت للباثوجينز. هنا في حاجه عجيبه برضو، انه ما بين المعده والاثنى عشر بنجد دي هايلي اسيدك، بينما دي هايلي الكلاين، في رابيد بي اتش شينج وبتعمل انهبيشن للميكروبيال جروث. طب في اليورينري سيستم الفلاشنج
عملية مرور البول على طول، عملية الفلاشنج، بتعمل عملية غسيل دائم للقناة البولية، وبتعمل بريفنشن لعملية الكولونيزيشن. لكن اللي هنبدأ بيه دلوقتي نتكلم على حاجة مهمة قوي، اللي هو السكن اللي بيغطي الدنيا دي كلها. السكن is a physical barrier وبروديوس antimicrobial fatty acids and this normal flora inhibits pathogenic colonization في السكن. هناخد دلوقتي السكن، تعال نبص كده. الصورة دي صورة بتوضح شكل السكن بتاعنا. كل دي خلايا اللي هي الطبقة الخارجية من السكن، وغالبا بتبقى خلايا الطبقة الخارجية خالص، بتبقى خلايا ميتة، بيحصل كل شوية انها بتتشال ويجي تتجدد على طول. هذه الخلايا لا يستطيع الميكروبات، معظم الميكروبات، انها تنمو عليها بسهولة لأسباب كتيرة أوي. السكن ميكروبات قليلة أوي إنها تقدر تعمل بنتريشن للسكن، وإنه ثيك وكلوز لباكد سيلز و كيراتينوسيستس، خلايا بنسميها الكيراتينوسيست. اللي بيحصل ان في كونتنسس شيدنج، انها على طول بتتشال الخلايا دي، الاوتر ابيثيليال سيل ريموف، وبتتشال بالميكروبات اللي عليها. السكن غالبا بيبقى دراينس وجاف في شكله الطبيعي، وبالتالي بيمنع نمو الميكروبات. السكن مايلد اسيديتي، مايلد اسيديك، نتيجة البريك داون فليبيدز انتو فاتي اسيدز باي مينز اوف نورمال سكين مايكروبيوتا انهبت ذا جروث اوف ميني مايكرونز. يعني وجود النورمال مايكروبيوتا اللي موجود على السكن بتعمل عملية بريك داون للليبيدز لفاتي اسيد، وبالتالي بتخلي البي اتش دايما في حدود الاسيدك، وده مش مناسب لمعظم انواع البكتيريا. بعض انواع النورمال سكين مايكروبيوتا اللي عايشة بتعمل حاجتين زي ما قلنا، انها ممكن بتطلع انتي مايكروبيال ايجنتس بتموت الميكروبات الباثوجينيك، وفي نفس الوقت بتعمل كومبيتس على النيوترينتس مع الباثوجينيك اللي ممكن تيجي على الجلد. الانسان طبعا الهايجين والنظافه، وان احنا على طول الناس نص الناس انه الاستحمام وغسيل الايدين والوش والاجزاء بتاع جسمنا ده بيساعد كتير قوي، انه حتى لو تراكمت الميكروبات علينا بالغسيل والاستحمام احنا بنشيل معظم هذه الميكروبات، وبالتالي ما بديش فرصه انها يحصل لها كولونايزيشن. جميل. طب الميوكوزال ميمبرينز، يا احنا عندنا ميوكوزال ميمبرينز كتيره قوي في التراكيه، وفي في في وفي في, في كل الفتحات عندنا الميوكس ده. كل الميوكس ده ان هو عباره عن زي مصيده كده، الميكروبات داخله مع ذرات الغبار داخله، كل اللي بيعمله تعمل ستيكنج عليها. الستيكنج ده بعد كده بحركه اللي ام السيليا انها اخرجها بره، اشيلها، كل ما يتجمع جزء بتتشال بهذا الشكل، فبتبقى عامله فلتريشن على طول. وانا زي ما قلت لكم قبل كده ان جهاز المناعي شغال 24/7، جهازك المناعي شغال 24 ساعه في اليوم طول ما انت عايش، انت في كونتاكت دائم مع الميكروبات، والجسم في حاله دفاع مستمر، وفي حاله حركه مستمره اجينست الميكروبات، فهو شغال على طول، فانت كل ده بيشتغل وانت مش حاسس بيه. تعالوا شوفوا، ادي منظر السيليا اهي، وده الوجود، وهذه السيليا دورها انها بتتحرك في اتجاه معاكس للحركه للداخل، وبالتالي بتطرد الميكروبات وبتطرد الميوكس اللي بيبقى ماسك الميكروبات دي، وبالتالي بتعمل ليتشنج ليها. طب ايه هي الكيميكال باريرز اللي موجوده برضو من ضمن الحاجات الكيميكال باريرز عندنا في الانيت اميونيتي؟ عند الجاستريك جايس، سليفري جلايكوبروتينز، اللايزوزايمز، اللايك اسيد اند ذا سكن. يبقى انا عند الجاستريك جايسز اللي هي موجوده في الامعاء عندي وفي المعده، وعند السليفري جلايكوبروتينز اللي هو في اللعاب، في جلايكوبروتينز لها دور انها بتموت الميكروبات، في اللايزوزايمز الموجود في التيرز في الدموع، في الاولايك اسيد الموجود على السكن اللي له دور في انه بينزل البي اتش وبيمنع نمو الميكروبات. طبعا بالاضافه للبلاد بروتينز والليمف والبادي فلويدز اللي فيها حاجات كتيره قوي زي البكتيريوسينز والبيتا لايزنز والاذر بوليبيبتايدز. اللايزوزايمز constantly bothers the kidney and the surface of the arteries, also found with egg white and the female urogenital tract and saliva. اللايزوزايمز دي موجودة حتى في بياض البيض، لأنه يمنع أن الميكروبات
تعدي جوه في البيضه، وموجود عندنا في الانسان في الفيميل يوروجينيتال تراكت، لانها عرضه اكتر انه يحصل فيها انفكشن، فبالتالي موجود فيها لايزوزايمز وفي اللعاب. اللايزوزايمز دي بتعمل بريك للجلايكوسيديك بوندز في بكتيريا السيل وول، وبالتالي بتعمل بريك داون للبيبتيدو جلايكان، وبيعمل لايسز للبكتيريا وتموتها. البيتا لايزنز والاذر بولي بيبتايدز، ان البيتا لايزنز از كاتيونيك بولي بيبتايد ريليز فروم بلاد بليتلتس، ات كان كيل سام جرام بوزيتيف بكتيريا باي ديسربتنج ذير بلازما ممبرين. وفي زنك كونتيننج بولي بيبتايد بنسميها بروستاتيك انتي بكتيريال فاكتورز، وهي عباره عن امبورتنت انتي مايكروبيال سبستنس سيكريتد او بتفرز بالبروستات جلاندز في الميلز. ده برضو من ضمن البولي بابتايز اللي بتفرز، انه حتى غده البروستاتا في الميلز بتفرز زنك كونتيننج بولي بيبتايد، بنسميها البروستاتيك انتي بكتيريال فاكتور، ولها دور في عمليه المقاومه. البكتيريوسينز سميت كده لانها بعض انواع النورمال بكتيريا اللي بتعمل كولونايزنج في السكن والميوكاس ممبرين، بتعمل سينسز اند ريليز ل توكسيك بروتين الكوليسين والاستافيلو كوكسين، وبنسميها البكتيريوسينز اللي هي مواد كيميائيه انتي بايوتيك بتفرزها البكتيريا، ولها دور قاتل للبكتيريا الاخرى، وانتي بايوتكس بتفرزها البكتيريا اللي هي النورمال فلورا المفيده، ولها دور في قتل وتثبيط نمو الميكروبكتيريا الاخرى. هذا الشكل العام بتاع نورمال فلورا والجاسترو انتستينال تراكت، انواع الميكروبات اللي ممكن تعمل مشكلة فيها، والتدرج بتاع البي اتش فيها من جزء لآخر. السكند لاين اوف ديفنس بقى هو الفاجوسيتوزيس والانفلاميشن والكومبلمنت والفيفر، all work together with specific immunity coming next. ده احنا قلنا ان احنا في الانيت عندنا زي ما قلنا في الاول الجزء الثاني اللي هو السكند لاين او الكيميكال بقى، او ان احنا عندنا الفاجوسيتوزيس والانفلاميشن والكومبلمنت والفيفر. الانفلاميشن هو ريسبونس تيشو تو دامج فروم اني سورس، هو رد فعل من التيشو دامج لاي سورس، سواء كان بيرنينج كات باثوجين او اذر. اللي بيحصل ان البلاد فيزل اللي بيحصلها دايليت allowing for better delivery of nutrients, oxygen and bodies complement immune cells. دايليت يعني الجزء اللي انت بيحصله في الميشن ده بتحس انه بيورم وبيسخن، فكره انه بيزيد في الحجم دايليت للفيزلز انها توسع عشان تدي فرصه اكبر لمرور كميه اكبر من الدم والنيوترينس والانتي بوديز والاكسجين. وبتيجي معاها عملية الفاجوسيتوزيس، الفاجوسايتس بقى اللي هي المونوسايتس ونيوتروفيلز، بتحصلها ميجريت اوت اوف كابيلاريز، انها بتطلع حتى من بره الكابيلاريز للتشو. يعني انت عندك العرق اهو ماشي وحصل انجري في التشو، فالانجري في التشو ده انا عايز بلاد سبلاي يجي له اكتر، فبيحصل ان اقرب عرق له اقرب عروق له بتحصلها دايليت، وان الفاجوسايتس اللي هي مونوسايتس نيوتروفيلز اللي هي الخلايا المسؤوله عن البلعمه يحصل لها دايليت تعدي من الـ الوريد ده، وتدخل تروح للتيشو عشان تعمل فاجوسايتس للبكتيريا اللي عملت انفكشن. اهو شوفوا المنظر ده حضراتكم، ادي القصه اهو. بصوا حضراتكم ادي وولز حصل اهو، اهو ده السكين حصل اللي فيه وند، احنا السكين ده خط دفاع اهو، شايفين قد ايه ده برضه الخط الدفاع تم اختراقه، فدخلت البكتيريا. لما البكتيريا دخلت هنا بيحصل ان التشو بيطلع حاجه اسمها الهيستامين. الهيستامين ده بيحصل انه الكابيلرز توليك، وبتعمل يشجع ان يحصل ريليز لي، ادي اهو ادي الكابيلر اهي هنا، وبيحصل انه يحصل ريليز للفاجوسايت سيلز
انها تدخل عشان تعمل عملية فاجوسيتوزيس للبكتيريا قبل ما تزيد وتتكاثر بهذا الشكل. ده انفلاميشن. الجزء ده هلاقيه مور وورم مور سولت في عدد كبير من الـ من الـ من الـ الخلايا طبعا. وبنجد ايضا ان البليتلس بتحصل موف اوت اردر عشان تسد الجزء اللي حصل له انجري ده. يعني ما هو حصل انجري فانا بعمل حاجتين، بودي حاجات تسد الانجري دي عشان امنع مزيد من الميكروبات تدخل، وببعت كمان الفاجوسايت سيلز عشان تعمل فاجوسايتوزس للبكتيريا اللي موجوده عشان مع اعدادها ما يزيدش وتعمل لي مشكله بعد كده. ادي نفس الفكره هنا بهذا الشكل اهو. ده بيوريني ده بيحصل حاجه اسمها السليت ما بين السيلز الاندوثيسيال سيلز اللي عامله الكابيلاري، وبتعدي من خلالها وعشان توصل للمنطقه اللي فيها الانفكشن اهو. ادي الشكل برضو بيوضح لنا الدنيا ماشيه ازاي بهذا الشكل. ادي بهذا الشكل الانفلاميشن ممكن يكون اكيوت انفلاميشن، يعني حاجه بتاخد لحظيه وبتزيد وبتدي شارب، او كرونيك انها تبقى مزمنه. ودي في حاجات في امراض كتيره بتعمل كرونيك انفلاميشن وبتبقى نتيجه احيانا من مشاكل في الجهاز المناعي. في الحقيقه احد الحاجات المهمه جدا اللي بتحصل لما بيحصل لنا انفكشن وهي الفيفر. الفيفر انه ان كلمه فيفر يعني حمى، او زي ما بنسميها احنا السخونيه، او زياده في درجه الحراره. التمبريتشر العاديه بتاعتنا 37 درجه. لما بيحصل لها انفكشن درجه الحراره بتعلى، و هذه درجه الحراره اللي بتعلى لها دور مهم جدا في تنشيط الجهاز المناعي وتوفير بيئه غير مناسبه للميكروبات. ايه هدف ارتفاع درجه الحراره؟ ان increase temperature kill microbes and adversely affect their growth and reproduction. يعني لما برفع درجه الحراره عن 37 انا بخلي البيئه بتاعت الجسم غير مناسبه لنمو الميكروب او تكاثره. بتزود بتقلل كميه السيرم ليفر في الايرن والكوبر والزنك نيد فور بكتيريا. البكتيريا عايزه تعيش، وجزء مهم جدا من احتياجاتها انها محتاجه مينرالز. مع ارتفاع درجه الحراره اللي بيحصل ان الجسم بيقلل كميات الايرن والكوبر والزنك، بتبقى دي الفيري ليميتنج فاكتور في نمو الميكروبات في الجسم. بتعمل ايزوزومال بريك داون اند اوتو ديستراكشن اوف سيلز بريفنتنج في حاله الفيرال ريدكشن ان انفكتد سيلز. بتزود اليوكوسايتس موتيليتي، وبتعمل فاسيليشن للايمون ريسبونس واكتيفيشن للتي سيلز، وبتعمل انهانسنج للفاجوسايتوزس، وفي حاله الفيرال انفكشن كمان البرودكشن اوف انترفيرنس بينكريز. يبقى عمليه الفيفر دي مهمه جدا، انه من المهم ان احنا احيانا ندي لجسمنا وقت انه درجه الحراره تزيد، لان هو ده حاله الحرب اللي شغاله، هو ده الكونديشن الافضل للجسم والاسوأ للميكروب الغاز. لكن بنخاف طبعا انه يؤثر على الاجزاء الحساسه من الجسم زي الدماغ وبالذات في الاطفال، فبيراعى ان احنا احيانا ندي حاجات تخفض درجه الحراره. لكن من الافضل ان احنا لو هنخفض درجه الحراره للاجزاء الحساسه ونسيب الجسم فتره ما بس اندر كنترول طبعا، انه يقاوم بهذا الشكل بيبقى يكون ده افضل. هنيجي لحاجه مهمه جدا وهي عمليه الفاجوسيتوز. الفاجوسيتوز دي من الحاجات المهمه وانتم ممكن تشتغلوا فيها وتعملوا فيها شغل كتير قوي. تعالوا شوفوا المنظر ده اهو. ادي فاجوسايت وبتعمل بيزيديو بوديا، وادي يست سيل. شوف يست سيل قد ايه اهي، هتاخدها جوه. وشوفوا هنا، شوف الفاجوسايت ماسك بكتيريا ازاي، ده بيمسكها وبعد كده هيلتهمها بهذا الشكل. هي بلعميات كده ماشيه زي الاميبا، تاكل تحتوي الميكروب وتاكله بهذا الشكل اهو. ادي المنظر واضح جدا. ادي هو ادي الميكروب يحصل كيموتاكسيس فاجوسايتس وميكروب هتمسك. ودي جزئيه برضو نتناقش فيها ازاي اللي يحصل الكيموتاكسيس ومعرفه للميكروب وتحديد له، وبعد كده بيدخل الميكروب يعمل فاجوسوم. الفاجوسوم يجي يلزق فيه لايزوسوم يتكون فاجو لايزوسوم. يبقى الفاجوسوم ايه؟ انا مسكت المجرم اللي هو البكتيريا، طب انا عايز اموته، اجيب له لايزوسوم فيه انزيمات ايه؟
هاضمه له، والحم اللايزوسوم مع الفاجوسوم تدخل الانزيمات الهاضمه تكسر البكتيريا خالص، مجرد ريزيدوال بودي وتطلعها بره اليمينيشن وتعمل لها اكسو سايتوزيس، ما بين الاندوسايتوزيس الاول لعمليه الهضم والتكسير ثم الاليمينيشن في الاكسوسايتوزيس. دي الفاجوسيتوزيس بيستيطر دورها المهم والاساسي جدا في عمليه الكنترول للمرض. هنقف عند الجزء الكومبلمنت ونكمل ان شاء الله موضوع الكومبلمنت المره الجايه. نتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الاساس عندكم هي المذكره، انا ممكن في المحاضره اطلع شويه اجي شويه، لكن انا ما احط الامتحان من المذكره عشان ما ندوخكمش. نلتقي ان شاء الله في المحاضره الجايه قريبا. لسه لنا ان شاء الله كده تقريبا محاضرتين كمان في الايمونولوجي، نكمل الكومبلمنت والجزء ده، ومحاضره كمان في السبيسيفيك اميونيتي ان شاء الله. وربنا ييسر لنا وييسر لكم الأمر، ونشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم بكل خير.